حضرتك ايه، كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. الحقيقه يا فندم، يعني الناس عرفت ان احمد عبد الظاهر تحول لجنه تظلمات وكان في تحقيق معاه. انا سمعت وكيل اللعيبه يعني شيحه كان معاه في التحقيق وطلع قال الحقيقه كان في الراجل يعني المحقق كان عادل جدا وكانت الامور ميسره جدا، ولكن سمعت تصريحات بعد كده مختلفه عن كده على لسان حضرتك. يا ترى ايه بقى الحقيقه؟ انا مش عارف. هو الحقيقه بس الاول اوضح لحضرتك، احنا لجنه الانضباط يا كابتن سيف، وانت عارف انه لجنه الانضباط لجنه، قلنا في الاول اسمها لجنه التاديب، واخد بال حضرتك، وبنلتزم بقوانين معينه فيها. وبالنسبه لقضيه الاخ احمد عبد الظاهر، لما حضر قدام التحقيق قدام المستشار مصطفى عرفه نائب رئيس اللجنه اخذت اقواله، وكان حاضر مع المحامي بتاع النادي الاهلي وكان موجود الوكيل اللاعب معاه. ولكن الحقيقه انا فوجئت انه في تصريحات في الجرايد وعقوبات والاخره، والامر احنا بننظر له كمساله قانون، انه الراجل تعرض لموقف معين بيخالف اللوائح او القوانين، الجهه اللي هو منتمي ليها وقعت عليه جزاء معين. احنا بالنسبه لنا بعد ما تنتهي التحقيقات احنا طلبنا من النادي الاهلي يبعت لنا محضر الملف التحقيقي بتاعه والعقوبات اللي وقعت عليه، واللجنه هتنعقد ان شاء الله على الخميس الجاي، بنتداول مع بعض وبعدها يصدر القرار المناسب طبقا للمخالفة الموجودة. أما ما يصدر في الجرايد وده قال وده عاد، ما فيش أي تصريحات، لأنه اللجنة المفروض الأعمال القضائية اللي بنقوم بيها أو الأعمال القانونية ما فيش قاضي أو لجنة بتفصح عن أعمالها قبل ما تنتهي من المداولة فيها وإصدار الحكم الخاص بيها. هل يا فندم اللجنة دي بيبقى ليها تعليمات من مجلس الإدارة، من حد يوجهها يقول لها، ولا الدنيا ماشية إزاي؟ شوف كابتن سيف، لجنة الانضباط لجنة قضائية مستقلة لا تخضع لأي جهة، وحتى إنه قراراتنا لما بنصدرها بنقول واجبة النفاذ فور صدورها، ومع احترام المجلس إدارة الاتحاد من رئيسه لأصغر الأعضاء فيه، ليس لهم وصاية علينا في أي شيء، ولا نستمع لأحد، ولا يوجد تأثير علينا من أحد، لأنه احنا قبل ما نكون رؤساء لجنة ومعانا لجنتنا لسنا من ذوي اللعبه، احنا مش افراد لعبه بنتكلم في الرياضه او الكوره، لا، كلا له اختصاصه، احنا بتوع قانون، قدامنا مخالفه بندرسها، قدامنا شيء خالف القانون بندرسه ونصدر عليه صحيح القانون طبقا لما تقره لوائح الاتحاد او الفيفا او الاتحاد الافريقي. لكن البعض يكتب يقول بتمارس ضغوط، البعض يقول ده العقوبه هتكون قاسيه، البعض يقول لا ده العقوبه هتكون كذا، كل من كتب كلمه يسال عنها. انما احنا بيبقى قرارنا خارج اولا مليان حقيقه، ملئه صدق، بيراعي ضمير العداله الطبيعيه اللي بنشتغل بيها، ولا تاثير لاحد علينا في قرارات هذه اللجنه. تمام، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. المستشار جمال دياب رئيس لجنه الانضباط باتحاد الكره، زي ما قلت لكم يعني الراجل قانوني، بصوا السلاسه، في لائحه، هيجي الراجل يتحقق معاه باللائحه هياخد